اخوتي عامكم الحاج توجور الجديد والجميل، جبت لكم الماظة وموزة. خوتي جبت لكم نوفال جيتور تي دو 254 حصان. شوفوا خوتي هذا فيه مواصفات عالمية وبوغوس. خوتي شوفوا ربي يبارك، قال لك جيبوا وليدك مليح من ولا يبوسوا. خوتي هذا اللي من يشبه للجيب ويشبه للديفندر. خوتي هذوك قبل كانوا عندنا جبناهم وخلاصوا، ودركا هذا نوفال اريفاج. ناس بزاف قالوا لي يا عمي الحاج كي تدخل عيطنا. خوتي هاهم ديسبونيبل 2024. خوتي باه نبداو. اول حاجه يثور بالمفتاح وفيه الضوء في الكالندر. شوفوا لي فارتاو، شوفوا من الداخل في خمس كاميرات. خاوتي في خمس كاميرات، شوفوا جونت، شوفوا لي كولر. خاوتي فيه دوبل سياج الكتريك، فيه دوبل شارجر تليفون، فيه سات مود. خاوتي هذا يمشي جو بر بحر، يمشي في الغرقة، يمشي في الثلج، يمشي شوف وين تحطوا المشرير مسودي. وفيه الكاميرا 540 ماشي 360، 540 الله يبارك. فيه طوا اونفرون، شوفوا من الداخل خاوتي. فيه كليراج دومبيونس، فيه صونو خاوتي، حتى صونو فيه والله يا خاوتي يا ربي يبارك. ها فيه سات مود، ها اذا يمشي في الصحراء ما شاء الله. في البحر هنا حمهمه، هنا وين في الطريق. هذا يمشي في الغرقة، يمشي في الطماطم، يمشي في الجبل، ما يكنش خلاص الموشرير مسودي. خاوتي الجيتور هذا واش راح نقول لكم لي بري، انا مش راح نزيد لكم. قبل بعته بسوما والله يشوفوا البري تاع الخطره الاولى والثانيه شريته اغلى بزاف خلاص. واش هو انا عندي لي فان يتبعوا فيا، مانيش راح نزيد لكم. السومة تاعو خاوتي 11 و17، انا نبيع فيه ب 11 و25، نحسبهم لكم مليار و 117 مليون. خاوتي 2024 زيرو كونتر، سلعة كما راكم تشوفوا. فيه ثاني خاوتي هذا سبيرون، حل تشوف حمدي نعتلهم كلش بالصوت والصورة. هاك تشوف اسبيرون زيد ثورة بالمفتاح، نعطيكم لي ديتاي تا لي ديتاي. خاوتي شوفوا الكاميرا، ديكابتر فيه، هاي كاميرا، ها واحد ياسر نعتله، روح ثور، ها رقد راح عندي من ثما، ترى ها ورقد. شوفوا كولر هذا ثاني، ما شاء الله تبارك الله خاوتي. خلصنا ثوروا منه بالمفتاح. الله الله حمدي خوتي. المهم ليسونسيال راهي حاجه، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. موتير قلنا 254 حصان، البورش فيه 254 حصان، هو مش موتير واحد بصح في الروبريز وفي القوه يعني حاجه كي تسوقها تقول لي ساز وزملاير. نعم ايسونس، هم على بالهم بلي ايسونس ايسونس يا خوتي. الموقع وزناتي قال ما اي سلعة خير من دراهم هذه. انا درت لكم فيها بروموسيون، راني قلت لكم الاول بعته ب 11 و17 ودروك مزادوا لي نورمالمون نزيد، والله ما زدت اخوتي، راني شاهد على ما اقول. الاول بعته ب 11 و17 وانا البري اللي شريت به الخطره الاولى، وهذه مش كيف كيف، هذا زايد على الخطره الاولى. ودرت لكم بري واحد فريد، انتم تقصدوا عامكم الحاج وراكم عند خوكم هنا، هذا ما راح نقول لكم. ومرحبا بكم، الطوا فيه كلش فيه خاوتي. ها زد لكم دوره خفيفه عليه هكا، ها هو الفار تاعو ومعبي لونتبريار كزينو، فيه الكزينو كومبلي، الكالوندرا تشعل بالضوء. ليسونسيال مرحبا بكم والدار داركم خاوتي.
الله فاجر اللي تابعني الله يبارك. واش نقول لكم خدام اجبان كات قال لي عمي الحاجه انني معك كدي باناج. قال لي هنا خاوتي الهيليكس هذه تم البيع راهي تباعت بالبركه على ناس عن نبا. هذا اكليون مالفي شري عليا شري عليا في ديجا من قبل. قال لي عمي الحاج خليها الله يربح له بالبركه عليك. الناس بزاف خلا عيطوا لي عليها خاوتي الله غالب. حنا شوفوا غير برك اللي يجي يعطينا شميمه برك صدقوني يا نبيع يعجل قسمنا بين خوينا والله يا خاوتي عثماني محوس عليها كيما يقولوا. هات واحد كي قاسلك وبركة يعجل قسمنا بين خوينا بالفم المليان نهضر فيها. انا اللي كي نشوف روحي سالك نبيع وكاين الناس خاوتي يجي تبيع لهم طوموبيل يبقى يخمم يشوف كي تباع يا عمي الحاج مولو. لازم الانسان كي تعجبو حاجه يدير وجه تبارد. انت كساب كسمة كي تلقى طوموبيل سما ثقة وكواغطها في الباطاغوم ورا 15 ما تحوش عليها. يا وحنا عوض السوق كابروا الناس والناس اللي يسمى المعرفة و15 نزيدوها نشريو الثقة. لازم الإنسان كي تعجبو حاجة لازم يمضي وسما باينة خاوتي درك. المهم خاوتي هذه الهيليكس راهي تبعت ما تعيطوناش عليها خاوتي. ومن الغدوة إن شاء الله ديما يكون جديد. وغدوة ثاني دخلني عريفاج تاع سيارات خلاف هاي هنا ننظفوها نستيكيوها نغسلوها باه كي يجي مولاها الصباح إن شاء الله يجي يلقاها مريقلة وندعو له بالخير إن شاء الله بالبركة عليه. والسلام عليكم.